موجز الأنباء من صباح البلد. تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مؤتمرا صحفيا لتوقيع بروتوكول تعاون لتقييم وتطوير القيادات الشبابية مع شركة ويلز تاورز واتسون العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة. شركة ويلز تاورز واتسون هي شركة استشارات رائدة عالميا ومتخصصة في الوساطة والاستشارات، وتعمل في نحو 140 دولة حول العالم، وتأسست عام 1828 ولديها نحو 40,000 موظف في مكاتبها حول العالم. يترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الدوري بجامعة حلوان، وذلك لمناقشة الخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي بعد مد الإجازة بناء على قرار لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، والتي أعلنت مد إجازة نصف العام الدراسي الحالي أسبوعا. ومن المقرر أن يتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى مناقشة رؤساء الجامعات حول استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول واستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، فضلا عن مناقشة كافة الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها للطلاب خلال فعاليات الامتحانات، وكذلك النظر في مد البرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني لضمان استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العالمية. يتوجه وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي إلى مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات معرض الدفاع الدولي إيدكس 2021 والمقام بمدينة أبوظبي خلال الفترة من 21 حتى 25 من فبراير الجاري. وتشارك وزارة الإنتاج الحربي في الجناح المصري بالمعرض لعرض منتجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات الدفاعية التي تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي. ومن المقرر أن يلتقي الوزير خلال الزيارة عددا من القيادات العسكرية حول العالم وعددا من رؤساء الشركات المشاركة في المعرض، إلى جانب زيارته للأجنحة المختلفة بالمعرض. تطلق وزارة الصحة اليوم وغدا 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وذلك إلى محافظات أسيوط، البحر الأحمر، الفيوم، الوادي الجديد. وتتضمن المبادرة الكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبية نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، البطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، الطب الجلدي، وخدمات الأشعة والتحاليل. تسير الشركة الوطنية مصر للطيران 64 رحلة جوية، منها 45 رحلة دولية و15 رحلة داخلية و4 رحلات شحن جوي لنقل أكثر من 5321 راكبا. وأكدت الشركة التزامها التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة الركاب والحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر والعودة على متن الطائرات لضمان أفضل خدمة مقدمة للعملاء بكل وسائل الراحة والأمان. رياضيا، يلتقي فريق وادي دجلة اليوم في 12:30 ظهرا مع مصر المقاصة في إطار منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. ويدخل وادي دجلة اللقاء محتلا المركز 18 برصيد 7 نقاط، فيما يحل المقاصة المركز 5 بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة. نهاية موجز الأنباء.